حالا يعني هديك مثال ولازم تفاصيله. يعني مثلا كان في فيلم اسمه اوقات فراغ زمان، الفيلم ده نجح جدا، واللي كان كاتبه كان عمر جمال اعتقد، وكان سنه ساعتها 18 سنه، كان صغير جدا او 20 سنه حاجه زي كده، بس هو كان ساعتها مؤهل ان هو يكتب بالظبط، هو جوه التجربه دي فمؤهل ان هو يكتبها. دلوقتي اكيد تفكيره اتغير ومؤهل لحاجه اكبر. مش لازم توصل للبيك عشان تكتب، بس لازم تبقى مؤهل للمشروع اللي انت داخله دلوقتي حالا. انا ايام ما كنت بكتب ورق شفره غير الفيلم اللي بكتبه النهارده، محمد اول مشروع ليه غير دلوقتي. فهي الموضوع نسبي جدا، انت لازم تبقى فاهم قدراتك، لازم تبقى قادر ترميها ازاي. انت لما بتقرا كتاب مش شرط ان انت تبقى رايح لمعلومه معينه، انت في النص لو انت زياده بس. والله مش محمد قاعد، حتى المشروع اللي شغالينه احنا عندنا ايه مثلا ثلاث اربع مرات لحد دلوقتي، والراجل مش متضايق لان احنا بنتكلم بالمنطق. انا فاهم انا بقول ايه وهو مستوعب انا بقول ايه، وانا فاهم هو بيقول لي حتى لو انا بقول حاجه غلط. دي فادتني بشكل كبير ان انا اقدر اتواصل مع مؤلف فاهم شغله واقول له حاجات مش مجرد ان هي قشره، حاجات جوه الموضوع يعني قوي. في نقطه الاهم هو انت لما تيجي تكتب حاجات انا بقاش فبيفتكر ان زي ما انت بتقول كتير بيبقى حد ما عملش حاجات اصلا او عمل حاجات مش ناجحه او بس. فكره ورش السيناريو اللي بتطلع منتج على الشاشه سواء سينما او تلفزيون انا مش ضدها، يعني انا بشوف ان هي كتير جدا عامله حاجات ناجحه وكتير جدا عامله حاجات فاشله. يعني هي زيها بالظبط زي كاتب الواحد، فكاتب الواحد انت هتلاقي في كاتب واحد كتير ناجح وكاتب واحد كتير فاشل. لا انا بتكلم على الورش اللي هو انت بتروح. انا في فتره عملت ندوه اسمها المطرقه، انتظمت فيها شهرين ثلاثه كل اسبوع، وبعد كده اتشغلت بحياتي فكسلت. لكن ده فعلا مهم جدا، واللي انا عايز اقوله ان يعني لازم نستخدم الادوات وما نبقاش عايزين فكره النجاح السريع، وان الحاجات انا كتبت فيلم ده اول فيلم انا كتبته لازم اعرضه على كتير قوي جنبها، وبتوصل لحاجات تانية بتتخزن في ظهر دماغك كده بالبلد يعني، وبتطلع في الوقت اللي انت محتاجه فيه. فكره ان انا اطور الشخصيات ازاي او اتعامل معاها باي شكل، زي محمد ما بيقول انت لازم تتفرج كتير جدا، لازم تقرا كويس جدا، مش بالكامل، انت هتقرا ايه اللي انت محتاجه، ايه اللي انت عايز. انت المعلومات بقت قدامك دلوقتي بعد السوشيال ميديا موجوده، بس انت رايح فين؟ انت محتاج تاخد ايه؟ اللي محمد بيقوله مظبوط جدا، الناس لما بتنزل ارض الواقع بتصطدم بسوق تاني خالص وسوق جمهور تاني خالص. احنا زمان لما تكتب سكريبت لسه كنت بقول لمحمد كوب الاراء كانت رأي ناقد مين، دلوقتي بقت الناس كلها بتقول يلا عنده نتفليكس بقى ناقد عليك خلاص. فانا